مساء الخيرات، معك الصيدلي أسامة خليف من صيدلية الصحة والجمال. اليوم حابب أحكي لك عن تجربتي مع منتجات ماكس أون، حيث صادفتني حالتين حابب يعني أشرح لك عنها أكثر. الحالة الأولى هي الفتاة وصلتني، كانت بتعاني من الحروق نتيجة بعد جلسات الليزر، كان عندها مثل علامات ندبات وإحمرار، فنصحتها وعطيتها كريم ماكس أون بوستي واستخدمته لمدة 3 أيام ورجعت ومدحت لي لأنه خفى لكل علامات الإحمرار، علامات الإسمرار النتيجة بعد جلسات الليزر المتكررة، ومدحته وعجبت فيه كتير يعني، حتى أجت واستخدمت باقي اللاين تبع الماكس أون حيث أنها تحافظ على لون بشرتها على مدار السنة. الحالة الثانية، إجاني شخص بيلعب سبورت كتير ونتيجة استخدام الشوز لمدة فترات طويلة صار عنده مثل التهابات بأصابع الأقدام، فنصحته باستخدام الماكس أون الانتيما سبري، استخدمه كمان بشكل مستمر لمدة 3 أيام، ونصحته يستخدمه مرة واحدة بالأسبوع كبروتكشن بحيث الالتهابات ما ترجع، وفعلا الالتهابات اختفت نهائيا وأعجب فيه. والشخص هلا دائما بيجي لعندي وبيستخدم أكثر من شغلة وبياخذ من عندي السبورت آيتم، وفعلا يعني مدح لي إياه كثير كثير وأعجب فيه. شكرا.